إنه ليس تجمهر حول مشاجرة أو عراك بالحي الحسن برشيد، وإنما هو سباق على الطريق بنسخته الثانية ينطلق من قلب الحي الشعبي البلوك، والمنظم من طرف جمعية العالم الريادي والخدمات الاجتماعية ببرشيد. احنا كجمعية واخذنا على العاتق ديالنا باش نشجعوا هذه الفئه هذه اللي كتواجد بالحي الحسني، لان الحي الحسني معروف على الصعيد المغربي، معروف بالفقر ومعروف بالهشاشه ومعروف بالاقصاء، وحنا جمعيه يعني النسخه الثانيه، وكنتمنوا كنصيفطوا واحد الرساله للجهات المسؤوله باش توقف معنا بجد وتولي توقف معنا يعني باش نشجعوا هذه الوليدات، لانهم في حاجه ماسه للتشجيع، لانهم هما مستقبل الغد. السباق انطلق من منطقة عيشة لعبد الله الشفشاوني والراجدي، مرورا بشارع الحسن الثاني ثم العودة إلى نقطة الوصول، حيث فاز بالمرتبة الأولى العداء حمزة السعدي، وبالمرتبة الثانية عبد الله تعزة، والثالثة يوسف عروس، فيما تم توزيع ميداليات تشجيعية للفتيات الذين احتلوا المراتب الثلاثة الأولى. نشكروا هذه الجمعيه، جمعيه العالم الريادي، اللي دارت لنا النشاط الريادي، كانت المقابله زوينه. الرتبه الاولى كيف جاك المدار كيف جاك؟ كان منظم وزوين، كان مزيان. كنشكروا التعاون ومره اخرى عاوتاني شعب، كنشكروا هذيك جمعيه عالم الرياضه، حليت المرتبه الدوزيام، كان المطاف شويه مويان ما فهمتي زوين ما بيش بعدا كان هذا السباق. ورغم ضعف امكانياته فهو رساله للمسؤولين بخصوص هذا الحي الذي يعاني كثيرا من التجاهل والافتقار للمنشآت الرياديه والثقافيه التي يمكنها التصدي لتهديدات الانحراف والفراغ.